النهارده يا جدعان هنتكلم عن القرعه بتاع دوري ابطال افريقيا. هي المفروض ان هي هتبقى بكره الصبح الساعه 1، فاحنا النهارده قلنا ايه نعملها ازاي بقى؟ نتوقع ويمكن التوقع بتاعنا يطلع صح. احنا قلنا ايه مثلا؟ صح ولا احنا عندنا التصنيف الاول واقع معانا الاهلي والترجي التونسي والرجاء المغربي والوداد المغربي، يعني الترجي التونسي والرجاء والوداد والاهلي فرقه من مصر واثنين من المغرب وواحده من تونس. التصنيف الثاني واقع مين؟ الزمالك. واقع معانا في التصنيف الثاني سان داونز جنوب افريقيا والزمالك المصري وبيترو اتلوكي وبيترو اتلتيكو الانجولي و هوروري حورية فالغالي. المهم ايه احنا عاملين ايه؟ ما طبعا احنا صارفين ومكلفين يا جدعان، فجايبين اطباق كورونيا. لا اطباق من التصنيف الثالث سيمبا تنزاني شباب بلوزدادة الجزائري شبيه القوائل الجزائري والهلال السوداني. معانا التصنيف الرابع الودن الكاميروني المريخ فيتا كلوب وفايبرز الاوغندي. تمام يا جدعان؟ تمام. احنا بقى ايه حاطين كده؟ ده التصنيف الاول، التصنيف الثاني، التصنيف الرابع والتصنيف الثالث اهو. تمام. طبعا الاطباق احنا قلنا صارفين مكلفين اطباق. أيوة. من النيش. المهم ايه احنا عاملين القرعه كده. هنبدا بقى ايه هنكتب هنا المجاميع، هم اربع مجاميع. هنبدا بقى ايه نسحب من كل مجموعه يعني هنسحب من كل قرعه ورقه، والورقه دي هتتحط في المجموعه ان هي تبقى خلاص. احنا هنبدا من التصنيف الاول. المهم اللي هيبدا يسحب المجموعه الاولى عامه ابدا يا احمد. لا انا ما هسحب المجموعه الاولى. انت هتسحب من كلهم عامه، اسحب ورقه وريها بقى للكاميرا. بسم الله الرحمن الرحيم. على مغربي الرجاء وريها للكاميرا مغربي كده. المجموعه الاولى الرجاء المغربي. بسم الله رب الزمالك عشان هم مجموعه سهله. مجموعه سهله ان شاء الله. خايف من الاهلي؟ خايف من الاهلي ان شاء الله. الزمالك سان داونز. سان داونز من المجموعه الثانيه من التصنيف الثاني، هيقع في المجموعه الاولى برضه. سان داونز. سان داونز بسم الله. الجزائري شباب بلوزدادة. وريهم يا ابني قدام الكاميرا. شباب بلوزدادة. بلوزدادة الجزائري وريني. مالي كلمتها صعبه قوي. المجموعة الرابعة، التصنيف الرابع، ومعانا ايه؟ فيتا كلوب. فيتا كلوب الكونغولي. الكونغولي كده وريني. كده المجموعة الأولى. دي المجموعة الأولى. الرجاء المغربي، سان داونز، شباب بلوزدادة، فيتا كلوب. حلو. مجموعة للرجاء. تمام كده؟ تمام. احنا كده وقع معانا في المجموعة الأولى على حسب أحمد. مجموعة سهلة. تمام؟ هو فاكر ان المجموعه سهله. هي أيوة. المجموعه سهله للرجاء وسان داونز. هم يصعبوا، هم اعلى تصنيفين عندك الرجاء المغربي، سان داونز، شباب بلوزداد، فيتا كلوب. اسهل. تمام كده؟ تمام. المجموعه الثانيه وهيسحبها نصر ابو غزاله اول ورقه من التصنيف الاول. بسم الله. الاهلي شكله الاهلي. الترجي التونسي. الترجي التونسي. ايوه مع الزمالك. بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه مع الزمالك. انا حاسس ربنا يستر. اه ماشي. ده ذكرياتهم مع الترجي وحشه قوي. بيترو اتلتيكو الانجولي. بيترو اتلتيكو. يبقى الزمالك مع الاهلي. انا حاسس. اوعى. سيمبا التنزاني. سيمبا التنزاني. مجموعه سهله للرجاء. للترجي. فايبرز الاوغندي. فايبرز الاوغندي. فرقه سهله للرجاء ولسيمبا. تمام كده. المجموعه الثانيه واقع فيها الترجي التونسي وبيترو اتلتيكو وسيمبا التنزاني وفايبرز الاوغندي. يبقى كده معانا المجموعه الاولى الرجاء، سان داونز، شباب بلوزداد، فيتا كلوب. الثانيه المجموعه الثانيه الترجي التونسي، بيترو اتلتيكو، وسيمبا التنزاني وفايبرز الاوغندي. تسحب ولا تخليك؟ المره دي بقى ايه سحب انا اخر واحد. المجموعه الثالثه. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. وتوريني انت الاخير. الاهلي. الوداد المغربي. انا اسحب الوداد المغربي. الوداد. الوداد المغربي. تمام. هذا اللي كاتب. بسم الله الرحمن الرحيم. الاهلي الزمالك. دي الزمالك. بسم الله الرحمن الرحيم. الزمالك المصري. وانا مع الوداد.
تاني مجموع. لا ده نفس برضه بتاع الترابي. عشان في الفيديو ونركنها. الزمالك. شبيه القبائل. القبائل. تمام. القبائل. واخر واحده المريخ السوداني برضو عامل عوده للزمالك. مجموعه سهل. سهل. مجموعه سهله. تمام. للزمالك قوي. مجموعه سهله قوي للزمالك. كده احنا معانا في المجموعه الثالثه الوداد المغربي، الزمالك، شبيه القبائل، والمريخ السوداني. نيجي بقى ايه لاخر مجموعه كده، طبعا الورق كله اتفضى، فدي طبعا مفيش غير الاهلي المصري. واحنا نسحب الثانيه. الاهلي. الاهلي سهل. وريها للمجموعه. وتاني واحده حوريه. حوريه كونكري. فرقه مجموعه سهله جدا. كونكري. الهلال السوداني. والهلال السوداني. فين فرقه مجموعه سهله. فرقه القطن الكاميروني. مجموعه سهله. مجموعه الاهلي والزمالك مفيش اسهل منهم. مفيش اسهل منهم. مين الفرقه الثالثه؟ القطن الكاميروني. لا الأطنين. في ورقه اتسحبت تاني. الهلال السوداني. الهلال السوداني. الهلال السوداني. كده مجاميع سهله قوي على الاهلي والزمالك. مجموعه الاهلي والزمالك سهلين. كده المجموعه الاخيره الاهلي، هوريا، معرفش اسمها ايه دي، الهلال السوداني والقطن الكاميروني. كده احنا معانا الاربع مجاميع بعد ما سحبنا الورقه دي، طبعا مش عارف احنا سحبناهم بسرعه قوي. المجموعه الاولى الرجاء المغربي، سان داونز، شباب بلوزداد، فيتا كلوب. ده توقعاتنا، مالناش دعوه باللي هيحصل بكره، واتمنى ان الاهلي والزمالك يقعوا مع بعض. المجموعه الثانيه الترجي التونسي وبيترو اتلتيكو وسيمبا التنزاني وفايبرز الاوغندي. المجموعه الثالثه الوداد المغربي، الزمالك المصري، وشبيه القبائل، والمريخ السوداني. المجموعه الرابعه الاهلي المصري وهوريا الكونغالي ولا ما اعرفش اسمه ايه، والهلال السوداني والقطن الكاميروني. انا بتوقع ان مش ده اللي هيحصل بكره، ده توقعنا احنا مع بعضينا، بس اللي هيحصل بكره ان انا متفائل ان الاهلي والزمالك يقعوا مع بعض في مجموعه واحده، وده يعني حاسس هيعملوا ايه لو وقعوا مع بعض. هنسحب. مين اللي هيسحب؟ الزمالك. والاهلي معرفش بقى. انا واثق في انا واثق في فرقتي. هو طبعا واثق في شيكابالا وزيزو الميت. الله يرحمه، مالناش دعوه. المهم خلينا في فرقتنا ابطال افريقيا. اهم 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 افريقيا، ابطال افريقيا اهم. 10 مرات. العشرة ان شاء الله احنا رايحين لل 11. طبعا انا متوقع ان شاء الله الاهلي، انا مش هشجع، انا مش هشجع غير الاهلي، هو فرقتي. اتمنى ان شاء الله الاهلي ياخدها، يصعد وياخد دوري الابطال تاني، واللي حصل السنه اللي فاتت ما يحصلش تاني السنه دي. بس كده. تحب تقول حاجه؟ احب اقول لاداره الكاف على تيك توك عشان تشوف فيديوهات في الخباثه، التعريض اللي حصل السنه اللي فاتت. ايوه بيقول لك الاهلي ما حصلش تاني. وانت تحب تقول حاجه؟ اللي حصل دلوقتي ما حصلش تاني. انت نفسك بكره حاجه تحصل واحده، ان الزمالك ما يقعش مع الترجي التونسي عشان متعودين رايح جاي. استنى بس كده. انك سيبنا رايح جاي. ده امتى؟ انت لو سامي سان داونز رايح جاي الدوري، الدوري ماليش دعوه، بس هتلعب نهائي. نهائي. ما هو انت ماشي معاك بقى كده ضعيفة. هنروح بقى نتكلم مع مشجع الزمالكاوي دماغه مقفولة. كده احنا مقفولة في الفيديو قبل ما بس كده احنا الفيديو. ايوه ايوه. استنونا في جزء تاني وهم بيضربوا بعض قبل ما نبدا الفيديو. قبل ما نقفل الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وكومنت وتنزلوا تفعلوا. ثانية بس ما تحاورش. ايوه ما انت كنت عايز تعمل مضرب مجمعات على طبق ايه؟ انت ما بتفهموش. ايوه احنا جمهور بيب بيب بيب. طبق وطبق. كنا نحط هنا 8 فرق وهنا 8 فرق. ايوه ما تخافوش. خلاص استنونا الجزء الثاني بقى واحنا بنضرب بعض. المهم ما تنسوش تعملوا ايه بقى؟ اللايك وسبسكرايب وكومنت وتنزلوا تفعلوا جرس التنبيهات وتشتركوا في القناه وتتفرجوا على كل الفيديوهات الجايه. ادينا واحده مرتضى منصور. هو 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 بس يا عم انا اتحبس.